بسم الله، هتشوف طريقة بسيطة جدا إن أنا أعمل أشكال كتيرة حوالين مركز نقطة معينة. يعني مثلا أختار مثلا إن أنا أرسم نجمة وليكن مثلا بالشكل ديت، تمام. لما أنا أدوس كده بيجيب لي المقابض ديت، أقدر أكبر وأصغر عن طريقها. لو دوس تاني بيجيب لي المقابض ديت، أقدر ألف الشكل حوالين نفسه، تمام. ودي نقطة المركز بتاعتي، ممكن آخد نقطة المركز كده أسحبها وأخليها هنا، تمام، وأبدأ ألف الشكل حوالين نقطة المركز بالشكل ده. ممكن اعمل حاجه تانية برضو عن نقطة المركز بعيدة كده شويه، وانا بحرك ادوس مسطره. كل ما تدوس مسطره هيطلع لك شكل جديد ينضاف لقائمه الاشكال اللي بتلف حوالين نقطه المركز تحتي.